السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بالسادة المتابعين في كل أنحاء العالم. وجاء موعد الإبدار العالمي لشهر صفر لعامنا هذا 1443 هجرية إبدارا من قبل موعده، وليس ذلك فقط، بل هو إبدار تحدد موعده مسبقا بالشهر واليوم والساعة ليكون آية للناس. وجاء ذلك في بيان للإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني من قبل الحدث بتاريخ 25 من شهر محرم لسنة 1443 هجرية والموافق 2 من شهر سبتمبر لسنة 2021. اليوم 22 سبتمبر الساعة 7 مساء بتوقيت ساعة بيت الله المعظم في مكة المكرمة مع مراعاة فارق التوقيت في جميع الدول. تم توثيق الحدث الهام وآية الإبدار للقمر من قبل موعده بسبب تأثره بتناوش كوكب العذاب صقر نيبيرو القادم نحونا من بعيد. وفي هذا الفيديو ننقل لكم شهداء على الحدث من كافة أنحاء العالم، فتابعوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. من السودان، مدينة الخرطوم، الغمر بدر 13 صفر 20 سبتمبر من مدينة الخرطوم، الساعة 6 بتوقيت الخرطوم، 7 بتوقيت مكة المكرمة. بسم الله الرحمن الرحيم. تصوير من دولة الكويت، من مدينة الكويت العاصمة. التوثيق تاريخ اليوم 20 سبتمبر. هذا نسوي ريفرش للصفحة. 20 سبتمبر 2021، 13 صفر 1443، من دولة الكويت. الآن حول على البدر. مثل ما قلنا التاريخ 20 سبتمبر، القمر الآن بدر التمام 100%. سبحان الله العظيم. واضح اليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021، الساعة 7 مساء بالضبط. تبي تطلع الوقت خالد؟ خلنا نوريكم الوقت. سابعة ودقيقتان. صدر خليفة الرحمن الإمام المهدي ناصر محمد اليماني هذا البدر العالمي. الاثنين 20 سبتمبر، 13 من صفر، 10:38، طرابلس، ليبيا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. تركيا، ده اسطنبول، بوغن مزار تيسي. تركيا، ده اسطنبول، بوغن مزار تيسي. شمدي إكيبين يرمي بير دبوز يرمي أي بيوك نظر.
قصير محمد اليماني آيات إنان ما كنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن من القاهرة، من مصر، القاهرة، 20 سبتمبر 2021، الساعة 7 بالتمام، بتوقيت الساعة 8 من اليمن ومكة المكرمة أم القرى. هذا تصوير القمر بدر التمام، بدر الإمام المهدي ناصر محمد يماني. وزي ما قدامكم شايفين دلوقتي مباشر تصوير القمر. بدر التمام قدام الناصرين. النهارده 20 سبتمبر 13 صفر 1443، والتأكيد التاريخ من على CNN خبر. التاريخ 20 سبتمبر 2021 من على موقع CNN الإخبارية. 20 سبتمبر 13 من 0 1443. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم الاثنين الموافق 20 سبتمبر 2021، من صنعاء القمر بدر، وهذه منطقة نقم، هذه وزارة المالية، هذا جامع الصالح ومنطقة السبعين. والسلام عليكم ورحمة الله. الساعة 7:30، الطريق السيار شلف الجزائر، البدر كامل 100%. من دولة قبرص، مدينة لفكوشة. اليوم 20 سبتمبر، يوم الاثنين، الساعة 10:30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آية الإمام المهدي: البدر قبل أوانه في سماء يريف دمشق لعام 2021 ميلادي، يوم الاثنين، مع غروب شمس يوم الاثنين. فصدق الإمام ناصر محمد رسول الله نبي الأمي عليه الصلاة والسلام، والله خير الشاهدين وأنا على ذلك من الشاهدين. وهذه الساعة 7 تقريبا، يوم الاثنين 20 سبتمبر، والله على ما نقول شهيد ووكيل. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا القمر البدر لشهر صفر 1443 هجرية، الموافق ل 20 سبتمبر 2021، اليوم مساء الاثنين، ليلة الثلاثاء، الساعة 9:15 مساء، من المملكة المغربية. كما تلاحظون القمر يعني اكتمل بدرا، بالرغم من انه لم يعني يمضي من شهر صفر سوى 13 يوما فقط. كما هو معلوم القمر يكتمل بدرا في 15 و16 من الشهر القمري. الساعة 7، 20 سبتمبر، وهاي البدر مكتمل. لا إله إلا الله،
aus Bayern. Heute ist der 20. September, 12. Safar und es ist Vollmond. إذن وبعد حدوث هذه الآية الكونية العظيمة، عل الناس يعتبرون ويفقهون بأن عذاب الله قادم لا محالة بسبب إعراضهم عن داعي الله تعالى، الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني، والذي ظل يدعوهم لسنوات طويلة ويحذرهم من غضب الله عليهم بسبب ما وصلوا إليه من ظلم وجور. علهم بهذا الحدث العظيم يرجعون إلى بارئهم ويتبعون خليفته من قبل أن يحل عليهم عذابه، فالقادم أدهى وأمر، هلاك المغضوب عليهم وعذاب متفاوت للضالين، كل بقدر ظلمه. والأهم أن هذا المرور الوشيك لكوكب سقر سيحيل بينهم وبين ما يشتهون، ثم لا ينصرون، فأين المفر يا عبيد الله ويا كل البشر؟ Hello everyone, it's now 7 p.m. and we are Monday, the 20th of September, 2021.